أحمد الغزالي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية. إذن احنا متواجدين الآن في الرواق ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إطار ديال المعرض، المعرض الوطني للكتاب اللي عنده إشاعة وطني وإشاعة دولي. وكنستغلوا ديما هذه الفرصة، هذه اللي ثالث أو أربع مرات، باش نتواصلوا مع الجمهور اللي عنده علاقة واهتمام بالقضاء. والهدف ديالنا هو إيصال رسالة لهذا الجمهور هذا من خلال الناس اللي كيتواجدوا معنا، ولكن كذلك من خلال البوابة ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية اللي كيولج لها أي كان عنده اهتمام بما يقع في المجال القضائي. وهذه المرة هذه ارتئينا نعطي واحد نظرة اللي هي موضوعية صادقة عميقة مكتملة على الإنجازات ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ أن تأسس في 2017 إلى الآن، باش نعطي واحد الفكرة على الحصيلة، وكذلك قراءة اللي هي في نفس الوقت موضوعية إيجابية في هذه الحصيلة، ونتقاسموا مع الجمهور ديالنا نظرة اللي هي كتمكننا المعرفة الحقيقية والواقعية ديال القضاء ديالنا في بلادنا والمجلس كمجلس، ثم الأفق المستقبلية ديال هذا المجلس هذا. كما كتشوفوا في البرامج اللي هو موزع في واحد العدد ديال الندوات اللي هي ثاقبة دقيقة عميقة كتعلق بمواضيع كتهم المجتمع المغربي ككل، الأمن القضائي والاستعمال ديال الرقمنة والجانب القضائي والرياضي والقضائي والقانوني ديال الرياضة، واحد العدد ديال المواضيع اللي كتهم المجتمع والرأي العام. وغادي نتفاعلوا إيجابا كما كنديروا ديما مع الجمهور اللي هو كاين هنا، ومن خلاله الجمهور الواسع ديال في الوطن وخارج الوطن. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.